بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدنا أن نلتقي بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية، ودرسنا اليوم بعنوان. ولكن قبل أن نتعرف على عنوان الدرس، هيا بنا نقرأ سويا هذا السؤال. حدد نوع الجملة التالية وحدد أركانها. لغتي جميلة، ما نوع هذه الجملة؟ أحسنتم، هي جملة اسمية، وذلك لأنها بدأت بماذا؟ بدأت باسم. والجملة الاسمية تتكون من ركنين أساسين. من منكم يتذكرهما؟ أحسنتم، المبتدأ والخبر. والمبتدأ في هذه الجملة هو كلمة لغتي، وذلك لأنها بدأت بها. أحسنتم، والخبر هو الذي يكمل معنى الجملة، وبدونه لا يصبح للجملة معنى. كلمة جميلة هي الخبر، وموضوع درسنا اليوم عن المبتدأ والخبر. إذن سيكون تعاملنا اليوم مع الجمل الإسمية، ودرسنا بعنوان علامات إعراب المبتدأ والخبر. ولكي نتعرف على علامات إعراب المبتدأ والخبر، هيا بنا سويا نتأمل هذه الأمثلة، ولنبدأ بأمثلة المجموعة الأولى. أولا، الطفل جميل. إذا تأملنا هذا المثال، الطفل جميل، الطفل جميل، ما نوع المبتدأ والخبر هنا؟ أحسنتم، نوعهما مفرد، وكما تعرفنا فيما مضى أن المفرد بماذا يرفع؟ جميل يرفع وعلامة رفعه الضمة. أحسنتم، نأتي إلى المثال الثاني، الأشجار مثمرة. هذه جملة اسمية، الأشجار مبتدأ، وما نوع هذا المبتدأ؟ جمع تكسير. أحسنتم، وجمع التكسير يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة. جميل، نأتي إلى المثال الثالث، الطبيبات نشيطات. هذه الجملة الاسمية تتكون من المبتدأ وهو الطبيبات، والخبر نشيطات. وقلنا قبل ذلك أن جمع المؤنث السالم يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة، مثله مثل المفرد في الرفع. أحسنتم، إذن هنا في هذه الأمثلة الثلاثة، المبتدأ والخبر مرفوعان، ولكن يرفعان هنا بماذا؟ أحسنتم، يبقى المبتدأ والخبر مرفوعان هنا بالضمة، لأنهما مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. يبقى نأتي إلى المجموعة الثانية من الأمثلة، العاملان نشيطان، الطالبان مجتهدان. نتأمل إلى المبتدأ والخبر في هذين المثالين، العاملان نشيطان، الطالبان مجتهدان، ما نوع المبتدأ والخبر في هذين المثالين؟ جميل، مثنى، وكما تعرفنا فيما مضى أن المثنى يرفع بماذا؟ جميل يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. يبقى إذن العاملان مبتدأ ونشيطان خبر، وهما مرفوعان هنا بالألف لأنهما مثنى، وكذلك الأمر في الطالبان مجتهدان. يبقى إذن في المثنى يرفع المبتدأ والخبر بالألف. نأتي إلى أمثلة المجموعة الثالثة، المهندسون بارعون في التصميم، المعلمون متعاونون في العمل. المبتدأ في الجملة الأولى هو كلمة المهندسون، وأين خبره؟ بارعون. طيب، ما نوع المبتدأ والخبر في هذا المثال؟ المهندسون بارعون، ينتهي بواو ونون، وهنا أيضا واو ونون، إذن الاسم حينما ينتهي بواو ونون زائدتين، إذن هو جمع مذكر سالم. أحسنتم، وجمع المذكر السالم يرفع بماذا يا ترى؟ أحسنتم، يرفع بالواو. هنا في المثال الثاني أيضا، المعلمون متعاونون، ما نوع المبتدأ؟ جمع مذكر سالم، والخبر أيضا جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يرفع بماذا كما تعرفنا؟ يرفع بالواو. إذن المبتدأ والخبر يرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالم. من خلال هذه الأمثلة نتعرف على أن المبتدأ والخبر يرفع إما بالضمة أو بالألف أو بالواو. بالضمة إذا كان المبتدأ والخبر مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، ويرفع بالألف متى؟ إذا كان المبتدأ والخبر
مثنى ويرفع بالواو متى؟ إذا كان المبتدأ والخبر جمع مذكر سالم. يبقى إذن نأتي إلى قاعدة اليوم، المبتدأ والخبر دائما مرفوعان وتختلف علامات الرفع باختلاف نوع المبتدأ والخبر. علامات الرفع: الضمة إذا كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، والألف إذا كان مثنى، والواو إذا كان جمع تكسير. ولنتعرف على مزيد من الأمثلة المعربة نأتي إلى المثال الأول. السماء صافية، هذه جملة اسمية، وكما قلنا الاسمية تبدأ بماذا؟ تبدأ بمبتدأ. يبقى إذن من يعرف كلمة السماء؟ أحسنتم، السماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وذلك لأنه مفرد. السماء ما لها؟ صافية. يبقى إذن كلمة صافية تعرب ماذا؟ خبر. المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة، وذلك لأنه مفرد. أحسنتم، يبقى إذن هنا المبتدأ والخبر مرفوعان بماذا؟ مرفوعان بالضمة، وذلك لأنهما مفرد. نأتي إلى المثال الثاني، الطبيبان ساهران. نتأمل نوع المبتدأ والخبر في هذين المثال، في هذا المثال الطبيبان ساهران مثنى، والمثنى كما تعرفنا يرفع بماذا؟ يرفع بالألف. نأتي إلى الطبيبان، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، كذلك كلمة ساهران خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف لأنه مثنى. نأتي إلى المثال الثالث، المتسابقون مستعدون. أين المبتدأ؟ المتسابقون، وأين خبره؟ مستعدون. المبتدأ نوعه جمع مذكر سالم، ومستعدون نوعها جمع مذكر سالم. إذن المتسابقون ومستعدون مرفوعان أم منصوبان أم مجروران؟ أحسنتم، مرفوعان، ويرفعان هنا بماذا؟ بالواو. يبقى إذن المتسابقون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ومستعدون خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أحسنتم جميعا، هيا بنا جميعا ننتقل إلى بعض تدريبات الكتاب المدرسي في هذا الجزء. أولا، المؤمن صادق في الأقوال والأفعال. حول الجملة السابقة إلى صيغتي المثنى والجمع بنوعيه. نركز جيدا في كلمة نوعيه، لأنه هنا يريد الجمع المذكر والجمع المؤنث، ويريد أيضا المثنى. أحسنتم، يبقى إذن في هذا الجزء يريد منا ثلاثة إجابات. المؤمن صادق في الأقوال والأفعال. نأتي بالمثنى، ما المثنى يا شباب؟ أحسنتم، المؤمنان صادقان في الأقوال والأفعال، جمع المذكر المؤمنون صادقون في الأقوال والأفعال، جمع المؤنث المؤمنات صادقات في الأقوال والأفعال. أحسنتم، نأتي إلى السؤال الثاني، أجب عن الأسئلة التالية. ضع لكل مبتدأ مما يلي خبرا مناسبا واضبطه، أي ضع عليه التشكيل. العامل، ما خبر هذه الكلمة؟ العامل مجتهد. أحسنتم، مجتهد لأنها مفرد ويرفع بماذا؟ بالضمة. أحسنتم، نأتي إلى السؤال الثاني، التلميذات جمع مؤنث سالم ويرفع بالضمة. أحسنتم، يبقى إذن التلميذات مجتهدات أو متفوقات، ونضع التاء الضمة. أحسنتم، نأتي إلى به، ضع مكان النقط مبتدأ مناسبا واضبطه، مضاءان. ما هما المضاءان؟ المصباحان مثنى، وإذن المثنى يرفع بماذا؟ بالألف. يبقى إذن أقول المصباحان وليس المصباحين. أحسنتم، اثنان، متعاونون في اللعب. من الذي يتعاون في اللعب؟ اللاعبون. تمام، يبقى إذن متعاونون جمع مذكر سالم، يبقى إذن نأتي بالمبتدأ، اللاعبون متعاونون في اللعب. أعرب ما يلي، الأمهات مكرمات. أعرب الأمهات، أمهات اسم وجاء في أول الكلمة، ماذا يعرب يا ترى؟ مبتدأ. أحسنتم، ولكنه هنا يرفع بماذا؟ جمع مؤنث سالم، يرفع بماذا يا ترى؟ نتذكر سريعا،
مرفوع بالضمة، يبقى إذن الأمهات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. وكذلك مقرنات، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. اثنان، التلميذتان مهذبتان، مبتدأ وخبر، ولكن هنا مرفوع بماذا؟ مرفوع بالألف لأنه مثنى، وهنا أيضا مرفوع بماذا؟ بالألف. إذن التلميذتان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ومهذبتان خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وبذلك أحبابي نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم، وإلى اللقاء في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.